ما زلنا بنتكلم في الرياضه وفي احداث الرياضه، لان امبارح منتخب مصر الاولمبي اتعادل سلبيا مع النيجر في المباراه اللي اقيمت امبارح في بدايه مشوار المنتخب ببطوله امم افريقيا تحت سن ال 23 تحديدا يا جمانه. يمكن في مباراه يمكن كان فيها اجواء مختلفه كده شويه، هنفوز لا مش هنفوز، وفرط للاسف المنتخب المصري في هذه المباراه. بالظبط، هنتكلم بالتفصيل عن اجواء المباراه، كمان هنتكلم عن النادي الاهلي اللي تاهل لدور 16 من كاس مصر بعد ما فاز على منتخب السويس بهدف لحسين الشحات. قراءه تفصيليه عن مباراتين هنتعرف عليهم مع امير نبيل الناقد الرياضي اللي مشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا استاذ. صباح الخير استاذ جمانه واستاذ احمد، سعيد بالتواجد معاكم. احنا اسعد يعني، وكل سنه وحضرتك طيب. والشعب المصري كله بخير وكل الامه العربيه والاسلاميه. اللهم امين. استاذ امير، تابعت امبارح المباراه ازاي؟ النيجر والمنتخب اكيد يعني بالتاكيد طموحاتنا كبيره مع المنتخب، كل منتخب اولمبي دايما بيبقى يعني عندنا شغف، عندنا امل ان هو يوصل للاولمبياد. زادت طموحاتنا بعد نسخه اولمبياد طوكيو اللي فاتت بظهور المنتخب. صحيح كنا نتمنى نتائج افضل، لكن في النهايه دايما بنبقى يعني عنا على المراحل السنيه دي، ودايما المنتخبات الشابه والمنتخب الاولمبي دايما بيبقى عندنا طموح ان هم يبقوا نواه للمنتخب الاول. بعد كده نشوف العناصر المميزه اللي موجوده في المنتخب، ده بيدينا يعني طموح ان احنا نقدر نحقق حاجه. بالتاكيد كان في استعداد كبير للبطوله دي بقياده روجيريو ماكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب الاولمبي. المشاركه في هذه البطوله اللي تقام في المغرب، يمكن المباراة أمس أمام المنتخب النيجر يعني كانت توقعات إن المنتخب المصري قياسا ب يعني فارق الإمكانيات والقدرات مع منتخب النيجر إن احنا نقدر نحقق الفوز، وكانت الأمور بتسير في اتجاه فوز للأولمبي الفراعنة. ولكن للأسف يعني تواصل إهدار الفرص، وكان في سوء حظ غريب الحقيقة، خمس كور في العارضة والقائمين، فكان الحقيقة بيصادف المنتخب المصري سوء حظ. لو بنتكلم حتى على مستوى الإحصائيات، 17 فرصة على المرمى، صحيح ان في منهم ثلاثة بس اون تارجت او على ما بين القائمين والعارضة، في مقابل فرصتين فقط لمنتخب النيجر، ويمكن حتى يعني بشكل عشوائي ما كانش فيه هجمة منظمة لمنتخب النيجر. صحيح. لكن في النهاية اللي يهمنا ان يعني للأسف لم نتمكن من الفوز، لكن لسه الفرص قائمة بالنسبة للمنتخب في المباراتين القادمتين قدام مالي والجابون، فبالتالي نتمنى ان يبقى في تصحيح اخطاء في الفترة اللي جاية. على مستوى الأداء شفنا يمكن المنتخب المصري الأولمبي قدم مباراة جيدة، لكن مش أفضل حاجة. يمكن السن ده تحديدا أو الأعمار السنية اللي هي ما دون 23 سنة ومنتخبات الشباب والناشئين بيبقى عندها مشكلة في حتة الانضباط التكتيكي، إن أنت كمدير فني مهما بتحاول إن أنت تبقى توصل الجمل او الامور الفنيه ان انت الخطه اللي انت هتشتغل عليها، برضو اللاعب بتحسه في الملعب بيبقى فيه اداء ارتجالي شويه. صحيح يا امير، برضو تحت سن 23 سنه ما بنتكلمش في سن صغير يعني، هو صحيح لا المفروض بيبقى فيه كبار في السن ده، احنا مش بنتكلم في سن صغير جدا برضو. وبعدين حضرتك قلت في اجابتك انه كان في سوء حظ مع برضو كان في فرص ضايعه كتير. صحيح. مع الناس كانت شايفه ان كان في زي ما بيقول مس كوميونيكيشن، او ما كانش في تواصل حتى بين اللعيبه اصلا وبين بعض في الملعب. كل العوامل او الاسباب دي اللي احنا بنتكلم فيها، هل اصل سوء الحظ يختلف عن المس كوميونيكيشن او عدم التواصل عن انه احنا عندنا مشكله ودي معروفه من قبل ما نبدا المباراه اصلا، فكره الفينشنج بتاع الكوره؟ يعني احنا بنعرف نمسك كوره كويس، وده حصل فعلا، وكنا مسيطرين على المباراه ان كان في الشوط الاول او الثاني، وكنا فعلا بنمثل خطوره، بس احنا عندنا مشكله معروفه يعني هي مش مفاجاه بالنسبه لنا. فهل حضرتك شايف ان ده سوء حظ، ولا احنا عندنا مشاكل لازم فعلا نحلها؟ لانه حتى يمكن في المؤتمر الصحفي لما المدير الفني اتكلم عن المنتخب كان يعني حتى ما وضحش حتى التحديات، اكنه مش عايز يعني عايز يخرج نفسه مبدئيا لو حصل خساره. اكيد هو اي مدير فني ما بيحبش ان هو يحط نفسه ان انا تحت ضغط ان انا تحقيق تارجت معين. بيشتغل عليه ما بينه وما بين اللعيبه، ده بيتم في الغرف المغلقه، احنا عندنا تارجت معين. الجانب التحفيزي والجانب المعنوي ده بيشتغل عليه مع اللعيبه، لكن صحيح. طبعا في الكلام في المؤتمرات الصحفيه او في الميديا بيبقى مختلف شويه. هرجع للنقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها، قصه هل عندنا مشكله فنيه ولا الموضوع مجرد سوء حظ. سوء الحظ انا اتكلمت عليه في جزئيه ان انت
توصل كتير، لكن في كور بتضيع، يعني كور في القائم، كور في العرض، انت خلاص ان انت وخمس كور يعني دي بتبقى انت وصلت وقربت جدا ان انت تسجل، لكن يعني ما بيحلفكش التوفيق. التوفيق مهم جدا في كرة القدم. ما هو عدم تركيز في بعض الفرص، يعني لو بنتكلم على سيناريو المباراة اجمالا كان اتيحت فرص كتير بخلاف الكور اللي جت في العرض او القائمين، كان في برضو الفينش مش افضل حاجه، الربط او الكوميونيكيشن ما بين اللعيبه وبعضها البعض مش افضل حاجه، لان احنا بنتكلم مثلا على اسامه فيصل من اللعيبه المميزه جدا، يعني فينشر كويس، ده المفروض الميزه اللي عنده، كان بيخرج بره الصندوق كتير بيستنى يستلم الكوره. نفس الكلام ابراهيم عادل من اللعيبه اللي بشكل منتظم او شبه منتظم مع فريق بيراميدز. حضرتك شايف يا استاذ امير ان اللعيبه عملوا اللي عليهم، لعبوا اداء جيد وعملوا اللي عليهم في هذه المباراه تحديدا؟ هو انا هقول عملوا اللي عليهم، يعني انا بس بحب اصنف الامور بشكل صحيح، عملوا اللي عليهم اذا كان النتيجه هي اللي تحققت النتيجه المطلوبه، لكن يعني بنلتمس العذر في سوء الحظ، ولكن انت كان المفروض انا مع حضرتك في ده، لكن احنا عاوزين نظره من الانصاف، مش النتيجه هي الفيصل. في طبعا كرة القدم دايما بتكون النتيجه هي الفيصل، لكن صحيح. لو فزنا هنقول ان اللعيبه عملوا اللي عليهم، ولو خسرنا هنقول اللعيبه ما عملتش اللي عليهم. لا، احنا عاوزين نكون محايدين. صحيح. هل هم عملوا اللي عليهم ولم يحالفهم الحظ؟ هو انا يعني حميل ان هم ما يحالفهمش الحظ، ولكن برضو مش عايزين نعلق على شماعه الحظ هي المشكله، لان احنا اتيحت لنا فرص كتير، منتخب مش صعب جدا، منتخب النيجر برضو كان في عوامل اخرى ما ننساش ان احنا نشير اليها، لان منتخب النيجر برضو كان بيحاول اهدار الوقت بشكل كبير، التحكيم ما كانش افضل حاجه. صحيح. لكن كل دي امور جانبيه، الهدف الاساسي او الفكره الاساسيه احنا بنتكلم فيها ان انت كمنتخب مصر فريق الامكانيات واللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي مع انديتها سواء في الدوري او يعني في انديه كبيره كمان بالنسبه للقوام الاساسي المنتخب الاولمبي، كل دي عوامل تخليك ان انت منطقي ان انت تحقق الفوز. ده ما تحققش لعوامل كتير منها سوء الحظ، ولكن انا فنيا كنت شايف ان احنا ممكن نقدم افضل من كده. طيب هي الفكره كلها يا استاذ امير، احنا مش يعني مش بنحاول ان احنا نصعب الامور عليهم او نكون حتى يعني مش منصفين او ان احنا بنحاول نكون ضاغطين عليهم، لكن هي الفكره ان احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين يكون عندنا كوره حلوه طبعًا. عايزين نشوف لعيبه مصريين، لا حتى لو ما كسبوش، مع ان المفروض في كره القدم في الاخر بنقول المهم النتيجه كسبنا ولا لا، لكن برضو مهم ان يكون عندنا اداء جيد، لان هم دول بالنسبه لنا دول لعيبه المنتخب حتى الاول، فهي دي بس الفكره. فاحنا محتاجين نشتغل على المشاكل اللي عندنا، نصنفها صح، عشان في الاخر احنا كل اللي طمعانين فيه ان احنا يبقى عندنا كوره حلوه. بالظبط. فهرجع تاني لنفس النقطه، ايه اللي احنا محتاجين نشتغل عليه؟ لانه حتى الان احنا مجموعتنا سهله، مش من المجموعات الصعبه، فان احنا نشوف هذا الاداء يطمنا ان احنا نصعد ولا لا، يطمنا ان احنا هنشوف اداء كويس في المباريات اللي جايه ولا لا، ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها؟ طيب هرجع تاني لجزئيه الاداء ولا النتيجه، يعني بس هذكر يعني في عجاله مثلا نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين انتر ميلان ومانشستر سيتي، كان في شبه اجماع ان انتر ميلان كان تفوق تكتيكيا، يعني قدر يعمل مباراه كبيره، لكن في النهايه خسر، يعني ما حدش هيتذكر بعد سنه واثنين وعشرة اللي هنتذكره. النتيجه دايما بتكون الفيصل، يعني حاجه خاصه في بطوله زي دي عدد مبارياتها قليل، انت بنتكلم على مجموعتين، ان انت تتاهل خلاص فرصتك ان انت تتواجد في الاولمبياد، هي ده الفيصل بالنسبه لنا. قصه الاداء يعني اتذكر ان كان عندنا اكثر من جيل مميز جدا لمنتخب اولمبي ولم يتاهل. صحيح. قدم كرة كويسة جدا، أضاع عديد الفرص من في مباريات سهلة، فعشان كده مش عايزين ننجرف في حتة إن احنا بنضيع فرص كتير بنوصل كتير، حتة إن أنت تعالج سلبية إن أنت إضاعة الفرص أو الفينش مش مميز، دي ممكن إن أنت تشتغل عليها كمدير فني في التدريبات، مش صعبة بالقدر اللي احنا نتخيل، عشان كده أنا متفائل بالجيل ده إن هو يقدر في المباراتين الجايين، لكن لازم أنت تشتغل في الفترة من يعني من نهاية صفارة النهاية للحكم السنغالي في مباراة النايجر لاستعداد للمباراتين القادمتين، ان انت يبقى في الشكل حتى في الثلث الهجومي بالذات يبقى افضل من كده، لان احنا بنشوف كتير من الحلول الفرديه، حتى اخطاء الدفاع النايجر ما كناش بنستغلها بالشكل صحيح. الامثل، يعني محمود صابر، محمد شحاته، التكمله اللي بيقدموها في الثلث الهجومي مع
رأس الحربة ما كانتش أفضل حاجة. نعم. كان ممكن تستغل الفرص بشكل أفضل من كده. نعم. طيب أستاذ أمير، بما أن حضرتك تحدثت على أخطاء دفاع النيجر اللي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، خلينا نتكلم هنا على ميكاليس تحديدا. هل شايف أن كان لي بصمة أصبحت ظاهرة جدا مع المنتخب، وطريقة إدارته للمباراة شايفها إزاي، والتغييرات التي حدثت بالأمس شايف أن هي أثرت في شكل يعني سير المباراة ولا لا؟ هو في بعض التغييرات طبعا يعني كان ليها دور إيجابي، وكان في برضو بعض القرارات الفنية ما كانش أفضل حاجة. أنا بشكل عام شايف أن ميكالي مدرب كويس، يعني هو عامل شكل فني جيد للمنتخب، مش هقول أنه أفضل حاجة لكن جيد، بس عمل لك شكل للفريق. بالضبط بالضبط. بقيم المدرب ازاي؟ بان انت قدام فرقه مثلا بتلعب خلاص هي عايزه تخطف منك جون، او خلاص عايزه تلعب على الهجمات المرتده، ما عندوش فكره ان هو يبادلك الهجمات. فالاحصائيات واضحه، انت عم نتكلم في 61% استحواذ المنتخب المصري مقابل 39 للنيجر، الركنيات حتى 7-2، يعني تفوق واضح للمنتخب المصري. تنوع الحلول الهجوميه دي حاجه مميزه لاداء المنتخب مع ميكالي، يعني بالبلدي كده ما بتغلبش ان انت تقدر توصل لمرمى المنافس ليك، يعني في اعتماد على كرات عرضيه، اعتماد على اختراق من العمق. فبالتالي انا كمدير فني لما بيبقى عندي حلول متنوعه دي حاجه مميزه عندي للعناصر اللي عندي في المنتخب. لكن التبديلات ممكن اشوف ان حاتم سكر قدم برضو، او حاتم محمد قدم اضافه كويسه في الشق الهجومي لما كان بيزيد مع الاجناب. ايضا بنتقد بس حته محمود صابر، كان لعيب كويس جدا هو، لعيب من اللعيبه المميزه، لكن ما كانش موفق امبارح بشكل كبير، يعني برضو في كتير من قراراته ما كانتش موفقه. فبالتالي كان ان هو يديله فرصه كبيره يستنى عليه لغايه اخر المباراه، اعتقد دي كان ممكن بحاجه لان هو يدي فرصه للعيبه من على مقاعد البدلاء عشان حتى يبقى في يدي فرصه لتحت استغلال الهجمات اللي بتتاح ليه.